احساس عجيب قوي انه تبقى اختك الصغيرة في السجن، هي وزمايلها، وانت مش عارف تعمل حاجة. لما الثورة ابتدت سناء كانت صغيرة قوي، وقبل الثورة زيها زي كتير من اصحابها ومن نفس الناس اللي في جيلها، ما كانتش مهتمية قوي لا بالسياسة ولا بالشأن العام. الثورة جت كده وشقلبت لهم حياتهم. فاكرة كويس قوي انه في الشهور الاولانية من الثورة، في عز الاشتباكات والعنف، لما ابتدى يبقى فيه ضرب غاز وخرطوش ورصاص، ملقوش اي مكان يقدروا يبقوا موجودين فيه ويبقوا جزء من الثورة ويفيدوها غير الصف الاولاني. الحاجة الوحيدة اللي متأكدة منها انه مفيش دولة بتقوم تستقر على قتل وفرم وظلم شبابها. في حاجة مختلفة قوي في سناء والجيل بتاعهم، مستوى نقاء مختلف. القرارات والمواقف مش بتاخد الحسب السياسية والتعقيدات اللي موجودة في عالم الكبار ده. ثورتهم أنقى وأوضح. حلمهم شامل الناس كلها بشكل أكتر. مصدقين وشايفين ان البلد دي خلاصها بايديهم، ان البلد دي مستقبلها هيتصنع بيهم، حتى لو الثمن حريتهم او حياتهم. ستة اشهر مرت وسناء ومن معها في السجن. عام جديد من عمرها بدأته خلف قضبان حجبتها عن أهالي شهداء اعتادوا زيارتها، وسجناء ثورة كانت تتابع قضاياهم ولم تزل تسأل عنهم اسما في زيارات أهلها لها. ستة أشهر مرت حجبتها عن الثورة ذاتها التي تشبهها. ستة أشهر لم يكن المقصود بها سجناء الاتحادية فقط، ولكن المقصود هو جيل كامل كان العدو الأول لكل أنظمة ما بعد الثورة، ولكن دائما ما خاب سعيها ولاقت الفشل. تنتظر سناء ومن معها، ومعهم ننتظر حكم الاستئناف، واثقين أن سجن القناطر وقسوة الليالي الباردة وألم الإضراب عن الطعام لم ينجحوا في كسر إرادتهم أو حجب صوتهم الذي دفعوا أجمل أيام عمرهم ليظل عالياً.